متبع علم القتل ماما سببت انا وحويان دتك كلوك علم بني متبع عبادية زهد القتل ماما سببت انا وحيتهين ليلة دتك كلو وحدين متبع دقال يجي سينما يا اسلام نما القتل ماما متبع واح بحين يا صدقة دتبع قوعا بحي دوني ده والله يلاها مركا واح بحين لقا ورميو هبل بيا هبل بالت الماما dad ba ku caabaxay gabiya iyo afka arabiga iyo wixii la mid ah rag ba ku caabaxay tijaro iyo wixii la mid ah waxa aan sheegno dhameen ay qof qoray soo yimaada qof qoray oo noqdo caalimki faqihi muhaddithki taajirki mujahidki shujaaci gabiyaagi maahigi qof qoray inuu intaas oo sifo wada yeeshaa wa min an-nawadir baynaha wa wahyabaha أدك وأير إلا أركبي كم تاي لكن إلهي سبحانه وتعالى فضل جيس عند الدون سيا الإمام عبد الله بن المارك دك وترجم يا مرك كور رميان أنت بوال وصفايا ولذلك بعض علماء مرك كتب تراجم أخريسو عد والمفن موقوعا بحي الله وقرا مثل المحدثين تراجم المحدثين مكة بارسة فقهاء تراجمت فقهات كبارسة زهدك يا عبادات يا تصوفك تراجمت على طبقات الصوفية كبار قالوا والله ما الغارات كبارسة فهذا عبد الله بن المبارك وحكم دي كتب تاسرنا وقورين مرقى المحدثين لقوا الرميو تراجمت كتب المحدثين كوكي الله مرقى فقهاء لقوا الرميو تراجمت كتب الفقه وكي الله marka laga waramayo cibaado iyo zuhud iyo waxaan imka tasawufka loo bixiyay tabaqada sufiya uu ku jiraa baa la yiraahdaa fi ayi babin la tilmaamo sida weyn buu taariikhiyaha ka muslimka ibnu al-imad la yiraahdaa fi shadarat al-dhahab wa hukulay wa qad sunnifa fi manaqibihi manaqibta ama amantisa wax lagu qoray buu yiri wa udda ba'dhuhum ma jama'a min khisal al-khayr fa wajadaha 25 fadila وحيابه كم مدنيه هي رجب بعد ما كي تريان وحي له دين شن إيا الله باطن خصله شن إيا الله باطن صفه كم مدنيه هي عبد الله باكر سيدا والرسالة دي سام أبو جيسا وكبر يا محمد عثمان نكلا إذا هذا مقدمة دي سوا حوت المامة يا رجي هر الركم إذا أي كلي كتاب كقري وحكم إذا بقول يا الحافظ ابن بشكوال ولا بجزء كقري وحكم ده ابن خلكان واسنا اخبارت سلبا جزء كو اروريه وحكم ده اسماعيل باشا البغدادي وصول نقليه يسقو امام الذهب رحمه الله عليه له كتاب كقر لا اله الا قضي نهارك بسيره ابن المبارك كتب تاس الشيخ دمي وحي له ده يمكن ما يالي من المفقود كيف ترسي بكوت الماما معاصرين ترقى وحكم قري وحكم ده محمد عثمان جمال نكالي هذا كتاب ولي لا سحب قلوا بيتو ندوا ولا دا عبد الله بن المبارك الامام القدوة لا اله الا عبد الله مركه هذين سر على عوك والرمى دنا ينكبل ونو وين قصص صح سيده اوجد وحفان وغفلا لبا معلمين تي سكمي وحي راهين لبا معلمنا ان تلمام يوان ومن جبال اهل الحديث والفقه وابوره الرجل وتلمامه marka la joogo cilmiga xadiiska iyo fiqhigaba iyo zuhdigaba mid waa imaam sufyaan thawri sufyaan thawri ninkan sheekh isuu ahaa isla markaana ragga wax ka wariyana waa ka tirsan yahay da ahaan in badan buu ka weeyey 20 sano meelaha isuu ka weeyey laakiin sheekh isii rasmiga ahaana wuu ahaa isaga laftiisana wax buu ka wariyey ayaa wuxuu leeyahay inii la ashtahi min cumri kullah أن أكون سنة مثل ابن المبارك سفيان الثوري بالي عمر جاي يقول له وحن تعلان لها هل سنة كم ذا ابن المبارك عمر جاي سينا الحلو فما أقدر أن أكون ولا ثلاثة أيام ما أوده إن أنسد ابن المبارك نقضه حتى صدح مع المضنى الله كدقين كسوى سفيان الثوري سفيان بن عيينة هو سنة شيوخ ذي سكم ذا حوالي دوري طبعا سنة سنة كوي هي وحيري سو ما يلقى لك قياس خاتة وحيري وحنا نظرت في أمر الصحابة
صحابه اركودان با ايغو يو امر عبد الله وحسب برضيه يا مركه صحابه النبي محمد عليه الصلاه والسلام يا عبد الله بن المبارك فما رايت لهم عليه فضلا الا بصحبتهم النبي وغزوهم معه عبد الله بن المبارك وحكلو اي ديرين ما غرن يبو يدي مركه لا ريبه لبا شيء ان النبي محمد لا صاحبين الصحابه دي سيهايه هي ان لا دغال غلين ولا من زلا ابو ديران لا غادي كريم لكن وحلين لبدا حدان كايمادو او وخي كلو دن ايمادو سي ودغالم جيرين سي وخل بخين جيرين سي وعباديسين حدان كو وا ايمادو بولاي عبد الله الى وحدير يرو مالين ما يبولاي اذا نك لوو ديررن يا صحابه النبي محمد وحد غران كرتا هلك او اركي سو تاغي وليبا كسيدا الله تلماميا وحنو لها عصورتي الضرابات كالسياسية وين كجر العالم الإسلامي وعصر بينها دان عصر للضرابات والفتن والثورات وغو تلمامو دان كلمك اللي يغنى ومن عصور البذخ ما لها وعصورتي ما دد يحوالا بدن انت اللي هلي ددك اي حق ما دد اوچان شهرصده مركا يعني ما هنن بيئو وضع علماء عين كرا كل حكوري منك بيئة عين كاسيكو كوري هذا منزله دي سهل كاسي قاسي سني عبد الله وحكو قوبان هذا هذا المقتل ما ابن رحمة الله عليه عبد الله بن المبارك بن واضح صدح لا مقع قرع لك الشيخ عين تبضا كن يدي سابو عبد الرحمن بن لورنجري أني من رير بن التميم ما الحنذلي مولا مبالو قتل ما ما أسألها وحابا لين هذا تركي تركي دو وادتي دقي شري قبل الله المسلمين تقلبين بريغا ما هكاني مكا كم بريد نباي فرتين هكاني مكا أنا أضاشن يا تركيا كم بريد نبالا فرتين لكن أسلي وحكي ما دي هل كان دولة دهن هاد راشين كاكاقواي أما كون شاينيس كواي ستو تركمانستان الغربية تركمانستان الشرقية كوا مقعية ذات استان كوضوطا دادك الدقابة تركيا إما كباوا سوافو دوات راكس الكود دنكا سوكيمي ثم المروزي وحوضة شيء مقالة مروة لينا أبو مروة ومقالو مقالو إن كيو هوري مسلمين تي عان كاكو تالي إقليم فراسان لورن شري وحانا لغوت الماما عهد جيدين مثلا قرن جيل لبيا طبناد وحي إلى هدان مقالو إن كي الدوني دي أقوين باي حيد فيديو حقرين هين مقالة الدوني دي أقوين وقت قاسي مروة مروة وعاصمة علماء بضاري كتاب حيد علماء دان كتب الحديث المروزية ضرحتها مروي كوضي مادة حتى أحمد بن حنبل ومروزي مروي كي مادة مقالة سياء يقول الشيء بالله إلى هذا وحانوا أهابي كتل ما منابهين من تركيا قصة كتب التراجم الوسع الرياء أبهين من بوش غير شري غير مدانة ماشان خوارزم دولة دي اللي رجري أمال خوارزمي أيوها هو يدي بخوارزمية ده هي تزل له بدني إن كستو صاحب الصفوة الصفوة أولي هي هو يدي إن خوارزمية ما يهين وحي هي تركيا ده كتل ما مي لكن فقه ده ما تراجم ترقى قراء وحي بدين هو يدي إن خوارزمية هي خوارزم وعنو الأرض حاية حتى وحكوية لزبغستان إيا كازخستان إيا تركمانستان إنتا إسكا قلان بالورن شري خوارزم وماشن فلان الخوارزمي اللي هو ده نسبين شري والدولة دو وين ببرقي ده بكا شري شرتي والدولة دي الدمية اللي ماكي مغول كالورن شري هو يدي حقا سيقول الله لك وحلوة الماما مروينه مركن خراسان بكا ترسلتي خراسان تو إمكا قبل خراسان ليلة هذا أو كي الله شري ماشن ليلة هذا إيران لكن قبل كا إيران كي الله iyo wqooyi galbeedka afghanistan iyo turkmanistan oo la isku daro qayb kamida intaas taariikhdii hore muslimiinta la isku oran jiray khurasan marwa marka hadda waxay ku taala waa magaalada mari la yiraahdo imka wadankan turkmanistan bay ku taala mari bay hadda magaciyo la tahriifiyay weeyaan hay'adda unesco waa magaalooyinka ay tiraahdo waa turaf magaalooyinka هدية نقاكي هرى ومضاها هي كم يكهو تراثهم بي واعتباريا أبيه قصة يسوء أروريانا إلى هذا سببتي وأبيه وقرسي دي قبل نرتان وحيحيد وضايقي بيرت لها أيكو يولي
beerta waxaad iga keentaa midho macaan. Dabeetana wuu galay, midhuhu soo gooyey, midhihii markuu dhadhamiyey dhanaan noqday. Warni hadda anaankiyo macaan kale aqoon buu yidhi, orodoo ii keen midho macaan, wuu ku noqdo, wuu iskeenay, markaasuu dhadhamiyey, markaasay dhanaan noqday. Warbale orodoo ii keen buu yidhi, mar saddexaad ku noqday. War adigu miyaad dharaan iyo macaanba kala garanayn buu weydiiyey markaa. Wuxuu yidhi, dee anigu beerta ilaali baad ugu tidheen wax ka cunay, maad odhanine sidii unbaan u ilaalinaya, markaa geedku ka dhanaan iyo ka macaanan uma kala qaanle, midna maan dhadhamine. Markuu qisadaa u sheegay bay yidhaahdaan kutubu taraajum waxay soo arooriyaan, ayuu islaantiisii u tegay xaaskiisii, wuxuu inan buu lahaa. Wuxuu yidhi, naa ninkan caynkaasaa ku arkay inanta aanu guurino. Waa loo guuriyey bay yidhaahdaan, islaantiina waa aqbashay. Dabeetana cabdillaahi ibnu lmubaarak baa dhashay. Cabdillaahi ibnu lmubaarak waxaa lagu tilmaamaa cabdillaahi yaraantiisii qur-aankiiyo waxoogaaga ka tartiibta markuu bartay culumta muu sii waday, isagoo nin maskax badan oo xifdi badan ahaa. Isagoo dhallinyaraa baa la yidhi, nin wada socdaan bay isi soo tageen meel mid ka khudbadaynayo, khudbad dheer akhrigay. Khudbaddii markay dhegaysteen ay ka tageen, ayuu cabdillaahi yidhi, waan hayaa khudbaddii oo dhan. Odayaa nin baryaa yidhi, maada haya khudbaddii? Inaasuu yidhi, haa khudbaddii ninku khudbaday oo dhan waan hayaa, bal akhri baa la yidhi. Khudbaddii buu dibsiyadii ugu soo celiyey baa la yidhi. Markii khudbadaynay wixii ku hadlay oo dhan, cabdillaahi waxbaba ma dhaafina sideedii. Laakiin da'yaraantiisii waxay dhahdaan cilmiga ma bilaabay. Cabdillaahi wuxuu cilmiga bilaabay markuu labaatan jir marayay. Laakiin cilmigu da'da lagu bilaabo kuma xidhnee, sidaa alla kuugu barakeeyey iyo sidaad u dadaashe wuxuu taxsilay saaba ku xidhay. Cabdillaahi ibnu lmubaarak ilaahay subxaanahu watacaala waxbarashadiisii waa uu xasiliyey. axmed ibnu xambal baa wuxuu leeyahay, lam yakun fii zamaanihi atlabu lilcilmi minhu, waktigiisii hadda waktigu noolya waa waktiga aimaduba noolaayeen. wuxuu dhashay 118 qaarna 120 bay dhaahdaan waktigaasuu dhashay. wuxuu dhintay 183 jiray baa lagu tilmaamaa hijriyadii. waa qarnigii ay raggii ragga ahaa noolaayeen, abu xaniifa, imaamu maalik, sufyaan athawri, sufyaan ibnu cuyayna, ragga la tiriyo oo dhabi waa qarnigay joogeen. haddana axmed baa wuxuu leeyahay, lam yakun fii zamaanihi atlabu lilcilmi minhu jamaca amran cadiima maa kaana axadun aqala saqatan minhu, wax ka gef yaraa haddana cilmigaa siduu u qabtay ma jiro. kaana rajula saaxibu xadiidin xaafidin buu leeyahay, wuxuu ahaa nin culumulxadiidka ku caanbaxay. isagaa wuxuu sheegayaaba cabdillaahi ibnu mubaarak 4,000 oo sheekh inuu wax ka dhegaystay, 4,000 oo sheekh ayaan wax ka soo dhegaystay cilmi ka xambaaray buu leeyahay. laakiin 1,000 sheekh un baan wax ka wariyey buu leeyahay. wixii dambe isagu sii warinayay 4,000 wax walba bay jireen, wuxuu ka doortay 1,000 sheekh inuu ka wariyo. 20 jirka markuu ahaa oo cilmiga bilaabay, waxaa la yidhahdaa sheekhiisii ugu horreeyey ee uu cilmi ka wariya waa ninkii la odhan jiray Arabiic ibnu Anas Alkhurasaniy. Rabiic ibnu Anas waa nin taabiciya oo la kulmay baa la yidhaahdaa Cabdillaahi ibnu Cumar iyo Jaabir ibnu Cabdillaahi, laakiin Anas ibnu Maalikun buu wax ka wariyey. Rabiic ibnu Anas waa dadkii xajaaj ka cararay ee Ciraaqba ka tegey, mar wuu degey, marwa haddana waxaa ku qabsaday abi muslim tawraddii cabaasiyiintu markay bilaabmaysay ee dadka dharka madmadow loo xidhaya haddana la qabtay. ibnu daawuud wuxuu leeyahay 30 sannadood baa la xidhay, laakiin imaamu dahabi wuxuu leeyahay maya 9 sannadood buu xidhnaa abi muslim alkhurasaani. 9 sannadood markuu xidhnaa ayuu cabdillaahi u luuntay askartii iyo wixii waxbuu xeeladeeyey wuu tegey. 4 xadiis buu ka soo qaatay baa la yidhahdaa, waa ninkii ugu horreeyey ee uu cilmi ka qaataa waa taabicigaasi la yidhahda Rabiic ibnu Anas Alkhurasaniy. taabicigani wuxuu ahaa bay yidhahdeen nin muxadifa oo haddana mufasira bay ku tilmaami jireen inuu ahaa. cabdillaahi sheekhaasi markiiba waa geeriyooday, waxaan filayaa 140 meelahaasuu geeriyooday. dabeetana 141 hijriyadu markay maraysayba dowla alcabaasiya marka ay dunida qabsatay oo waxoogaa ay haysato ayuu cabdillaahi socod bilaabay. cabdillaahi safaradiisu caalamilislaami dhammaantii lagu buu ku maray.
inta ugu badan leh lug ayuu ku maray. Waxaa la tilmaamaa xarameenka inuu yimi shaam tegey, masar tegey, yeman tegey, ciraaq tegey, jasiiradoo dhan maray, khuraasaan maray. shuyuukhdiisii waaweynayda uu wax ka wariyeyna waxaa ka mid ahaa Suleymaan Atiimiy iyo Xumayd Aطawiil, Ismaaciil ibnu Abi Khaalid, Yaxya bnu Saciid Alansaari, Abaan ibnu Taqlab iyo keyrkoodba, waa raggii waaweynaayee hore uu soo gaadhay. Ama culammada kale tirada badan leh de muxadisiintii qarnigaa joogay oo dhan inta ugu badan leh waxbuu ka wariyey. Ibnulmubaarak wuxuu ka mid noqday markaa min kibaari lculamaa. haddii xadiis la sheego, haddii fiqi la sheego, haddii luga carbeed iyo naxwo la sheego, oo dee Khaliil ibn Axmed iyo Arday u noqday, haddii la sheego bay idhaahdaan gabay, haddii furuusiyo la sheego iyo dagaal iyo jihaad, haddii waxbixin la sheego, rutbadiisa waxaa kugu filan ammaanta culammadu ka sheegeen. Abu Cumar ibn Cabdilbar ayaa wuxuu leeyahay ajmaca alculamaau calaa qubuulihi wa jalaalatihi wa imaamatihi wa cadlihi, culammadu waxay ku ijmaaceen weynida ninka. waxaa kugu filan ibnu Maciin inuu leeyahay kaana cabdullaahi raximahu llahu kayisan mustathbitan thiqatan wa kaana caaliman saxiixa alxadiid wa kaanat kutubuhu alati yuxadisu baha 20,000 aw 21,000. ibnu Maciin wuxuu leeyahay wuxuu ahaa nin caqli badan oo wax iska hubiya oo siqa ah oo xadiidkiisu qumanaan badan iyo saxiix yahay. waxay idhaahdaan maca xifdihi, isagoo nin aada u xifdi badan ahaa haddana kitaabu buu wax ka warin jiray bay idhahdaan culammada ictimaada kitaabka inuu wax ka wariya buu ahaa. ilaa 20,000 ama 22,000 oo jus oo wax ku qortay buu haystay buu leeyahay. 22,000 qiyaas ama 20,000 oo jus oo wax ku qoray ayuu wax ka warin jiray. maxamed ibnu cabdilwahaabna wuxuu leeyahay culammadii khuraasaan oo dhan haddii laysku daro 3 nin wax ka weyn garan mayno, ibnulmubaarak iyo nadar ibnu shumayl iyo yaxya ibnu yaxya anaysaburiy, saddexdaasee ugu weynaa buu leeyay wixii meeshaaba ka yimi. shucayb ibnu xarb nin la yidhaahda wuxuu leeyahay maa laqiya ibnulmubaarak rajula ila wabnulmubaarak afdala minhu wamaafa, cid lamuu kulmin ilaa cid kasta uu la kulmay uu ka fadli badnaa. ayuu la kulmay yaxya ibnu maciin kanbuu la kulmay, imaam athawri buu la kulmay, yaxya ibnu saciid alansahri buu la kulmay, sufyaan ibnu cuyayna buu la kulmay, imaamu maalik buu la kulmay, imaam alawsaaci buu la kulmay, imaamu abu xaniif buu la kulmay. a'imada la sheegay qarnigii labaad joogtay intoodii badnayd buu la kulmay. haddana ninkani saasuu ku tilmaamaya. abu usaama wuxuu leeyahay ibnulmubaarak fi lmuxadisiina mila amiir lmuminiina fi nnaas, cilm alxadiis haddii la eego sida amiirulmu'miniinku uu dadka ku yahay buu culamaai alxadiidna ku yahay buu tilmaamaya. abu isxaaq alfazaari oo isna shuyuukhdiisii ka mid a baa wuxuu leeyahay ibnulmubaarak imaamu lmuslimiina ajmaciin, nimanka wararkan ka sheegaya rag badan oo ka midi waa shuyuukhdiisii, waa rag uu isagu wax ka qaatay. cabdiraxmaan ibn ilmahdi caalimkii macruufka ahaa wardadiisiina ka tirsanaa ayaa wuxuu odhan jiray imaam haddaad maqasho waa 4 buu odhan jiray, alaimatu 4, 4taasi waa kuwee? waa Sufyaan Athawri, Malik ibnu Anas, Xamaad ibnu Zayd wabna Almubaarak buu yidhi. markaasuu haddana wuxuu sii raacin jiray isagu cabdiraxmaan ibnu lmahdi oo nin cilmu ljarxi waltacdiil khabiir ku alla yaqaana wuxuu leeyahay kaana ibnu lmubaarak aclam min Sufyaan Athawri, sheekhiisii Sufyaan Athawri ahaa ayaa la yaqaanay ninka Sufyaan la dhinac dhigay. sufyaanu amiiru lmuminiin fi lxadiis haddii la sheegay isaga loo jeedo ninka la dhinac dhiga qiyaasi la leeyahay wuu ka cilmi badnaa. markii uu dhintay ibnulmubaarak ayaa loo sheegay haaruun rashiid. haaruun rashiid baa wuxuu yihi maata sayid alculamaa, waxaa dhintay sayidkii duqii odaygii culammada oo dhan ninkii waayeelka u ahaabaa dhintay. ibnulmubaarak waxaa laga tilmaamaa wuxuu odhan jiray ninka aan cilmi dalbinin halkuu sharaf ka raadin baan anagu yaabanahay buu odhan jiray. yacni cilmi unbaa sharafe, cajibtu liman lam yatlub ilcilma kayfa tadcuuhu nafsu ilaa makra, halkuu sharafba ka heli maan garan buu ku tilmaamaya.
waxaa nin akhris badan kutubta dhex fadhiya iyaga tol ka dhigta. Shaqiq Albalakhi baa wuxuu yidhi Ibnu Mubaarak baa waxaa lagu yidhi horta salaada markaad nala tukato markiiba waad naga tagtaaye maxaad noola fadhiyi wey markaad tukato. Wuxuu ku yidhi ajlisu maca asaxaaba waataabiciin anduru fii kutubihim waahaari fama asnacu macakum. War anigu buu yidhi waxaan la fadhiistaa saxaabadii iyo taabiciintii oo iyagaan akhriya raadkoodii iyo kutubtoodii idinka maxaa idinka dhex qaban buu tilmaamaya. Yani nin sheekeeya ma ahayn markuu salaada la tukado maktabadu geli jiro waxbuu akhri jiray. أنتم تغتابون الناس يقول إنه ما ورك الله إنسان هم البسيطة يلي يسام بشيء إنسان كان مدا له بولي. ومع ذلك وحل إلى هذا علم جيسة نين إلهي كبادي دون يبوها مو حب رني نين إلا إلى هذا وعالم أما واشيخ أما لغما موسى أو حاضنك علم أكبرتين إلهي الرالي قليان وقم رقمه سدر هذا العلم اللي صار عمل يا عباد البحرسي. نعيم بن حماد باو حلي ما رأيت أعقل من ابن المبارك ولا أكثر اجتهادا في العبادة. نكا نكا عقل البدن وغد ذا البدن عبادة ما نرق بيه الشيخ سفيان الثوري نوحي ابن المبارك وعالم المشرق والمغرب هذا وارد يسي سقو شيخا سواء الشيخ حلي وعالم كبري قلب البيضة سفيان بن العيان واسنا أردي سيا اسنا شيخ سيا يا فضيل بن عياض با يتوي من مكة سو سبوتية مركا يتبدا وصو صارين با متكود با وحيري هذا فقيه أهل المشرق بري عالم كامحي هو كان فقيه ودي بيوي كي قال الله إلى سفيان بن عيان أبوها أي وحولي وفقيها أهل المغرب أكل بي من البرية قلبت با نكبا وفقيها فقه قيوك قاطي أئمة الفقه في عصر سفيان وصاحب مذهبها إمام مالك ومذهب المالكية له أبو حنيفة ومذهب الحنفية له إمام الأوزاعي ومذهب له إمام الليث بن سعد ومذهب له رقا صعدنا أرضي ونغضي رحمك وريين مركا وحي دادان تابعي تابعين ترقي هو وينا يردن ولقو المبال مطل ماما رقوا وينا نمكا كم دا أي لقو الم علم جيس نوحها علم وقلنا كمه إلى حد وحل إلى ذا مركو حج كيني أي ماء زمزم كانوا قابا دبا تنوحوا له اللهم إن ابن أبي الموال حدثنا عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما أزمزم لما شرب له. أنت سند كصوت حيبو حلي إلهي يوحن منك كم مغلق إن إليهين بيها الزمزم كوا وحي لو عبه وهذا أشربه لعرش القيامة أنه وحن عبيا هراتك القيامة مركز عبه وحلوة المامادات مستجاب الدعوة دائم قمدها نبأ يمي ولا لي دلا مركز يقول يدعى الحسن بن عيسى سيد الشيخ يدعى الله إن الله يسوع لي تقوى لي عبد الله بن المبارك ودعى فهذا سوى هل كتاب ما إله إلا هو بحي سوى بوس كسي شوغا أي أنه هو بحي وحلوة الماما نقول رقم وصف عن أقول رقم الدين تيروها أي شيء قاموا في التغيي شاب دبتنا قال إن باك صور راعي قرأوا كما نستوح بقرني قال إن هو لا تيس كل حلال وشام شام وفلسطين هي دمشق يا ملاس أردن يروك أسا شام الأرجل دبتنا وصفرا وحكو نقضي ودن كيسي مروتغي مروه والدولة لا يلي يعني رفع شكا فأي ملوكتي كتلي مركو ألابتي سفر وقال إنك بواح قال إنك دبو صان وضي سوني كي قال يوسي قال إنك وسعدي شام إلا يمر وإنت كنحلي إنه قال إن عليو أي وسعدي إسماعيل بن عياش باو حليهي ما على وجه الأرض مثل عبد الله بن مبارك
dhulka korkiisa ma saara wax cabdillaahi ibnu mubaarak la mid ah walaa aclamu ana allaha khalaqa khislatan min khisaali alkhayr ila waqad jacalaha fii cabdillaahi ibnu mubaarak wax wanaagunoo ilaahay abuuray anuu garan maayay buu leeyay ilaa ay cabdillaahi wuu lahaa cabdillaahi wuxuu ahaa cilmiga mid u dadaalo barta wuxuu kaloo ahaa mid ku dadaala inuu nashriyo ولذلك سيقوم من الفردية أن ننهي النساء مركز سونك يلي إيش يقول الرجل إذا عطس بكي تطلب حيدا من مركز هندسة إنك بيلي الحمد لله بيدا إنك مركز هرم موردن لك هو هرم بيوم برا الحمد لله بأ الله إذا ذاولي مركز سكوير يرحمك الله عبد الله وحوحا ننهضنا آدم متواضعة يحيى بن يحيى الأندلسي وأرضي الإمام مالك كم لها يا وحيدي عبد الله بن المبارك وما صوت علي ومجلس إمام مالك أي يمي كسو إذا ويجستين صوت علي إمام مالك بها سود أي مركي صوت علي إمام مالك بها الكفر دي وطر خيب ويرام كسو سوفرس ولي إيمان أرقب لي إمام مالك تأركي وكرسي سعيد بن بخي عنده غدر كي وحي يقول يا عبد الله ابن المبارك اي كرسي يقول غدر كي مركز سوف فريسي دبتنا امام مالك مواطئ يسي كتاب قال غدر الاخر لي كل مسائل بل ويدين يا مركز مسألة اللي ويدية وكور رمو اي عبد الله وحقوي هذا ما عندكم في هذا عبد الله مسألة هذا هو بحاتك هاي صاحب